السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة اربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هعمل إثبات سحب أو وصول عملات، وفي نفس الوقت هنعمل شرح مجموعة من ايردروبات. قبل كده أحب بس أدعوكم أنتوا الاشتراك في جروب الفيسبوك الخاص بيا اللي هو جروب ايرن ماني اونلاين، وفي نفس الوقت تشتركوا برضو في جروب رحلة المليون. جروب برضو هتلاقونا برضو حاطط فيه في اير دروبات كتير بشرحها هنا مش موجودة على القناة. نرجع تاني للإثباتات بتاعتنا. أنا امبارح وصلي 208، ده اير دروب كنت شرحته من 3 أيام، وصلني منه $13. وفي اير دروب تاني كنت شرحته برضو من أسبوع أو 10 أيام خاص بعملة يكس، ده وصلني منه $6.5، يعني الوقت كام؟ حوالي 13.6، 18.5. وصلني عملة بورا وبعتها، هي موجودة هنا من السحارة هنا على الايزر سكان ب 9.78، بس انا بعتها ب $12، يعني كده حوالي $30. تمام. المغزى من الكلام ان انت بتجمع عملات والموضوع سهل ومفهوش صعوبة، انت ما بتخسرش حاجة، كل اللي بتخسره شوية وقت بسيط في ان انت بتعمل مثلا شير او بتعمل لايك لحاجة زي كده، المهمات اللي بتطلب منك، وفي نفس الوقت بتجمع العملة. يعني انا مثلا معايا كام عملة؟ معايا حوالي 4000 عملة. تمام. 430 دول تقصدهم 430 صفحة، كل صفحة فيها 10 صفحة، فيها 10 عملات، يعني حوالي فيها 20 عملة، حوالي 4000 عملة. كل عملة مثلا انا بسيبها موجودة عندي في المحفظة، هيجي الوقت اللي مثلا هتتسعر فيه، في عملات لسه ما اتسعرتش وفي عملات مش هتتسعر، بس بإذن الله معظم يتسعر. هنيجي مثلا عملة زي دي كانت 60 دينار، كانش مش سعر موجودة ومش مش سعر، جت اهي ابتدت بكام سعرها؟ المجموع اللي عندي 4 سنت، هفضل سايبها لغاية لما سعرها يعلى. او عملة زي عملة بيو مثلا، هفضل معايا 700 منها، هسيبها دلوقتي لغاية لما سعرها يرتفع او تنزل السوق، وهكذا. انت بتجمع العملات وشوية بشوية تلاقي عملات اتسعرت وهكذا وتبيع، هي بتيجي هتلاقي نفسك جمعت راس مال تبتدي تكسب منه. حابب تستثمر فيه في موقع الاستثمار استثمر، حابب تعمل فيه تداول في المنصات العملات الالكترونيه براحتك. فده مشروع يعتبر شغالين فيه، نحاول نكسب منه على قد ما نقدر، عشان الاير دروب برضه هيجي عليه وقت وهيقفل. اتمنى يا رب كله يكسب من الاير دروبات. ونرجع تاني للشرح بتاعنا، هنبتدي باول اير دروب. هو اير دروب خاص بعمله اسمها كيري. تمام. الاير دروب ده بيدينا عملتين، اول حاجه بيدينا 1000 من عمله سي ار اي اللي هي كيري، وبيدينا 5000 من عمله ار اف ار، والعمله دي موجوده كده في الماركت كاب، ومجرد ما توصلها تقدر تبيعها. نشوفها هنا سعرها على الكوم ماركت كاب، سعرها حوالي 0.002، يعني عملوا حوالي $7. تمام. مع الالف عمله هنشوف اللي هم بتوع سي ار العمله الثانيه، معرفش لسه سعرها هيبقى كام، يعني مثلا هنقول ايه بمعدل $10. الاير دروب سهل ومفيش اي مشاكل. طريقة التسجيل فيه كالاتي، انت تيجي هنا على كلمة ريجستر، اول ما يفتح معاك هتحط هنا الايميل بتاعك وهنا اسمك بالكامل، هتعلم هنا صح وتدوس هنا الكباشة تحلها، تدوس ريجستر وتفعل من الميل. نرجع تاني الاير دروب، انا مسجل. هيبعت لي رسالة على الميل فيها التفعيل بتاعي، انت كل مرة بتفتح فيها من اي بي مختلف بيبعت لك رسالة. الرسالة بتيجي بالاسم ده، بتدوس هنا على اللينك، نفس الرسالة هتجيلك برضو في التفعيل. تنتظر كده ثواني لغاية لما يجمع. تمام كده ابتدى معاك. المهمات بتجيلك في المكان تحت كلمة ماي بوينت، بتلاقي مثلا لايك في صفحة شير في الفيسبوك، شير في الفيسبوك،
عمل فولو على تويتر وهكذا. انا خلصت المهام، هي كانت مهام سهله 5 6 مهام تمام. وبتنزل تحت هنا تحط رقم محفظه الايزر والي بتاعتك وتدوس سيف بحيث العمله توصلك على طول. ده كده اول اير دروب. نيجي الاير دروب التاني اللي هو خاص، ده انا كنت شرحته قبل كده بس في ملحوظه جديده فيه. انا كنت شرحته بس ما وضحتش اخر 4 مهام، نشرح بس اول حاجه طريقه التسجيل. انت بتدوس هنا تحط الايميل بتاعك وهنا اسمك بالكامل، تحل الكواتشه وتعلم هنا صح وتدوس ساين اب. بالنسبه للي مسجل قبل كده هيجي هنا ايميل، ده الاير دروب ده مهم ويدي على الاقل 16 دولار. وتدوس هنا لوجن كل المهام دي ما فيهاش مشاكل. الحته بس اللي انا عاوز اشرحها اخر 4 مهام. اخر 4 مهام دول عباره عن اسئله، هتلاقيني حاطط لك الاير دروب واجابه اخر 4 اسئله في تحت الفيديو في الشرح. هو اجابتهم كالتالي: اول حاجه تكتب له، هو كان بيسالك سؤال ايه كلمه اسم العمله نفسها اختصار لايه، فتكتب له ايه الجمله دي، تحط له الجمله دي. تاني السؤال اللي بعديه هتحط له ايه 30 يورو، بعد كده 100 يورو، وبعد كده 70%. دي اجابات الاسئله بالترتيب، هتلاقيني سايبها لك برضو في الفيديو في الشرح. نيجي للدروب اللي بعده. الدروب ده خاص بعملة اسمها ميلو كوين تمام. الدروب ده بيدينا 1000 من عملة ام اس اللي هي ميلو كوين بتساوي 50 دولار، وعن كل حالة بيديك 200 من العملة بتساوي 10 دولار. طريقة التسجيل فيه سهلة. أول حاجة أول مهمات معاك هتعمل هنا فولو ليبا على تويتر، فولو على تويتر بس، وبعد كده فولو على الفيسبوك، وتشترك في جروب التليجرام الاول. وبعد ما تشترك في جروب التليجرام هتيجي هنا هتعمل سبسكرايب للصفحه بتاعتهم على يوتيوب، يعني اعجاب على صفحه اليوتيوب. وبعد كده تملى البيانات بتاعتك، اول حاجه الايميل، وبعد كده تحط اللينك بروفايل، مش اليوزر، لينك بروفايل بتاع تويتر زي كده. وبعد كده تحط هنا اللينك بروفايل بتاع الفيسبوك، وتحط اليوزر بقى بتاع التليجرام، وتحط هنا يوزر الاحاله. هتلاقيني سيب لك اليوزر بتاعي برضو تحت الفيديو في الشرح مع الاير دروب. وهتيجي هنا تحط البروفايل لينك بتاع اليوتيوب، وهتيجي هنا اخر خانه تحط فيها رقم محفظه الايزر والي بتاعتك. الاير دروب اللي بعده خاص بعمله نانو تكنولوجي. الاير دروب ده بيدينا كالتالي، نشوف مع بعض. نانو تكنولوجي بيدينا 10,000 من عملة ان تي اس، وعن كل حالة بيدينا 2500 تمام. ادي العقد الذكي اللي حب حد يرجع له. نشوف المهام مع بعض. هما مهمتين، اول مهمة هتعمل فولو على تويتر، واول بوست هتعمل له ريتويت وتعمل تاج لخمسة من صحابك. تحاول انت بعد كده تخلي 5 من صحابك مضافين عندك. نشوف كده تويتر، هتيجي تعمل فولو هنا، وهتعمل هنا لايك، وهتيجي هنا تدوس ريتويت. بس هنا الريتويت مش ريتويت عادي، هتيجي تكتب هنا كومنت، وهتنزل تاخد 5 انت من صحابك تكون عامل لهم تاج قبل كده عندك، قصدي ضايفهم عندك من تويتر مثلا زي المجموعه دي انا ضايفها عندي، هاخد مثلا 5 منهم وكوبي، وارجع تاني الاير دروب احطهم هنا. وبعد ما احطهم ادوس كلمه ريتويت، الاقي ايه؟ ارجع للصفحه الرئيسيه بتاعتي بعد ما عملت الكلام ده، هلاقي البوست اللي انا عملته هنا اهو. ده البوست اللي انا عامله. وانا اجي كده كليك يمين، اجي هنا على السهم الصغير وادوس عليه وادوس كوبي لينك، وارجع احط اللينك هنا اهو في الحته دي اللي هي لينك تويت، واحط هنا اليوزر بتاعي في تويتر، واجي هنا اليوزر بتاعي في التليجرام، وهنا رقم المحفظه، وهنا اليوزر بتاع صاحب الاحاله، هتلاقيه برضه سايبهولك في الشرح. الاير دروب اللي بعده خاص بعمله اسمها او ار واي اكس. الاير دروب بيدينا 2500 من العملة، وعن كل حالة 1000 من العملة. طريقة تسجيل فيه كالتالي: أول حاجة شوف كده المهام مع بعض. أيوه أهي المهام، هتيجي هنا أول مهمة تشترك في جروب تليجرام الأول والتاني تمام. وبعد كده هنا فولو، بس هتعمل فولو للصفحة بتاعتهم على تويتر، وتيجي هنا تشترك في الجروب تليجرام التالت اللي هو الخاص بالسبونسر بتاع العملة، وبعد كده تدوس هنا سبمنت. وانا تقريبا برضه نسيت انا اشترك في ايه، في الجروب تليجرام بتاع السبونسر، اشترك معاكم دلوقتي. يبقى كده تمت المهام، وتيجي بعد كده تملى بياناتك عادي، اليوزر بتاع التليجرام، اليوزر بتاع تويتر، رقم المحفظه،
اليوزر صاحب الاحاله. نيجي للدروب اللي بعده خاص بعمله اسمها اي اكس اي توكن، بيدينا منها الدروب ده بيدي كل واحد 25 مليون، غريبه مبلغ كبير. العموم العمله ليها عقد ذكي ومفيش مشاكل. طريقه تسجيل في الدروب كالتالي، هما مهمتين برضو. اول حاجه تشترك في التجربة جروب تليجرام الاول والتاني، وبعد كده بتيجي تعمل هنا فولو بس لتويتر. هتيجي بقى تحط الايميل بتاعك، اسمك بالكامل، اليوزر بتاعك في التليجرام، اليوزر بتاعك في تويتر، محفظه الايزر والت، وتيجي هنا تحط اليوزر بتاع صاحب الاحاله. نيجي هنا، ده تذكير بالدروبات قبل كده. الدروب ده مهم، انا شايفه مهم، سعره هيرتفع قريب باذن الله، هنكسب منه. اسمه اف ان. الدروب ما فيهوش اي حاجه، كل اللي بتعمله بتسجل بالايميل والباسورد، هجيلك رساله تفعيل على الميل، هتفعل بس كده، انت ضمنت 1000 من العمله اهم. تمام، هتحاول بقى تروج لرابط الاحاله بتاعك وتجيبه من هنا، من الف تيل تاخد رابط الاحاله بتاعك اهو، كوبي وتحاول تروج. الايردروب برضه مهم، هتيجي كل القصه بتيجي اول ما بيسجل بيفتح معاك، بيجيب لك مكان الايميل ومكان اليوزر بتاع التليجرام، بتخش بتسجل بيهم، خلاص انت كده سجلت في ايردروب، ده مفيش اي مشكله معاك. وتيجي بعد كده تنشر رابط الاحاله بتاعك عشان تزود الاحالات، هتلاقيه برضه سايبه لك في الشرح تحت. بكده كنت انتهت الايردروبات، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله. وهسيب لكم برضو يا جماعه، هسيب لكم برضو رابط الايردروب الاول والتاني اللي هو العملات وصلتني منه، عشان هو لسه شغال، لسه مخلص بالذات ده، لسه مخلص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.